أصلح حال إخواننا في فلسطين، اللهم أصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين، اللهم أمن روعاتهم، اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين، اللهم انتصر لهم من اليهود الغاصبين، اللهم كن لهم معينا وصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم القيامة برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.